بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقام هذا مقام أمي مرزوقة، هذه جدتنا. أنا أقف متقطي الرأس بكل أدب واحترام أمام جدتي، أقرأ عليها سورة الفاتحة، أدعو لها بالرحمة والغفران والمغفرة. هذه أم سيدي عبد الله بجليدة الولي المشهور في تطاوين، يقول الأسطورة إنها من السودان أو من أفريقيا السمراء، واسمها مرزوقة. قد كانت تخدم وترعى شؤون جد عرش جلالته اسمه أبو مطرق، سيدي أبو مطرق كانت، فتزوجها محمد السايح الشريف الإدريسي اللي يرجع إلى سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم وعليهم السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمه الله رحمة واسعة، وتقبلها إن شاء الله ربي في جنة الفردوس، والحقنا بهم جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.